بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب eating simulator في روبلوكس. النهاردة هناكل لغاية ما نتخن. بالظبط دلوقتي يلا بينا نبتدي. واحنا اتخننا اصلا وعندنا لغة ده... ايوه ده مش حجم العادي الافاتار بتاع روبلوكس. احنا كبار جدا. احنا اصلا عملنا شوية يعني updates قبل ما نبتدي الفيديو. ف وي يعني هناكل الكب كيكاية دي مفروض بنفضل ناكل لغاية اما نخلص الماكسيمم. بس طب مفيش سباجيتي الماكسيمم بتاعنا 4000 فدي حاجة فظيعة شوية. فاحنا هنحاول ناكل شوية كده وناكل وممكن على بال طول ما احنا بناكل نمشي برا عشان نتفقد. ايه ده؟ ايه السبوكي ده؟ تيجي نخش نجرب. ايوه ماشي يا رب بس نعرف ندخل. يا لهوي اذا مين الناس اللي فيها ده؟ ده ايه ده؟ طب انا ارجع ازاي؟ طب ماشي احنا نعمل سيل. عملنا سيل. بصوا فرق الحجم من ما كنا. ايوه كنا تخان جدا. بقى معانا 2000 كوين. دلوقتي تعالى نشتري اكل جديد. ايوه نشتري اكل جديد. نشتري ايه؟ ورينا ده. مفيش سباجيتي. دول ب 2200. دي ب 3000. بانكيك ده عيش فانيلا ايس كريم. ماشي احنا خلي الهدف بتاعنا العيش البانكيك. وري مش بيدوس عليه. باجيت 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 باجيت. ماشي معاني. خلي هدفنا البانكيك. احنا هنفضل ناكل لغاية ان هدفنا يوصل ل... بتضربني ليه؟ حرام عليك. ليه بتشم في كده؟ ليه كده بيش؟ هنفضل ناكل وناكل وناكل ايه ده؟ تقدر تجيبي بيتس في اللعبة دي؟ انا اظن دي الحاجات اللي بروبوكس. ايوه دي فعلا الحاجات اللي بروبوكس. معاك روبوكس يا اروبا. انا الروبوكس خلاص فلسته. عشان اشتريت الجناحات دي فمبقاش معايا غير 3 روبوكس بس كل شويه الحمد لله بيكتروا. فهي فريند ريكوست اكشب. ما عندي الماكسيمم للفريندز للاسف. العدد الكامل للفريندز فللاسف مش هقدر اقبل اي فريند تاني. يعني ايش في ممكن تعملوا له ممكن تعملوا لي فولو لو انتوا عايزين. وممكن ابقى افاجئ اي حد وكل ما اخش روبلوكس ابقى اشوف الفولورز بتوعي واشوف مين اونلاين واعمل له جوين للجيم. تبقى حاجه فظيعه بصراحه. ايه انا عماله اكل كتير قوي لما بقيت تخينه وعندي كرش. بص فرق الحجم بيني وبين الراجل الصغنن ده. هنعمل سيل. بقى معانا 3000 بسرعة كده. بص انا من اول قصمة بكبر قوي يعني. بس ما اعرفش هو يعني كل ما يجي اكبر ما ببانش قوي ان انا بكبر. غريبة شوية. بتبان ان انت بتكبري نقطة. بص ده بقى عملاق. ده معاه ايس كريم. مش عارف الايس كريم هيبقى رائع ولا لا. بس انا ما اظن ان انا مش هيبقى معايا فلوس كفايه. وفي واحد معايا رينبو بيتزا. ايه ايه انا شايفها على الارض. ايه بقى معايا 4000. ايه لو انت اكلت كده هو اصلا يعني لو اكلت قطمه بكام؟ ب 23 كان مكتوب. ايوه لا حوالي لو كل ما ابيع 23 اكلايه ب 50 كوين. ف انا عايزة اوصل دلوقتي هدفي لعشر تلاف كوين عشان اشتري البتاع ده البانكيك او الباجيت. مش فاكرة كانت ايه. اظن ايوه كانت البانكيك. سيف زون. هقول لكم على حاجة مهمة جدا. هي شو مهمة؟ بس لو لقيتوا جبنة في الحمام اجروا اجروا ابعد ما تقدروا. طب احنا انها ممكن تفجر المكان. لا بجد دي قنبلة الجبنة النووية عشان جاري ما يسمح لكمش ان انتوا تاكلوا الجبنة الحقيقية. انا وصلت غالبا ل6000. طب ماشي احنا معانا 6000. احنا دلوقتي هنشتري اللي نقدر عليه عشان احنا كده هنقعد سنتين. دي ب 2000 بس.
ما اعرفش هي ليه اللعبة ساعات بتعلق. ف في ايه يعني ايس كريم ب 15,000؟ يا لهوي ب 20. ايس كريم ده بعيد قوي. ايوه باجيت، باجيت ب 5,000. ماشي هشتري الباجيت ده. عيش يعني. ايوه يا لهوي ده عملاق قوي. يا لهوي ده بيكبر بسرعه قوي، ده بيكبر اسرع من ايوه ده رائع. تعالى ريش فرنسا غاوي، ريش فرنسا غاوي. هم عندهم هي اسمها ايه؟ انا قلت غاه مش غاه. ايه كل الحجم ده؟ دي حجمها عملاق جدا، وانا كنت بقول على نفسي عملاقه. انت شايف دي حجمها قد ايه؟ لا وي ايه ده، دي بتدمر في كل حاجه. كلي كلي عشان تكبري جيها. حاضر. كلي. حاضر. اكتر. حاضر. هنوصل لل2000 وبعدين هنبيها. وصلنا لل2000. قطمة كمان، قطمة كمان، واخر قطمة بس كده. ده معاه شوكولاتة بقى. بص بقى معانا 5,000 في ثانية. في ثانية، في ثانية. تخيل لو جبتي 4.8K. يا لهوي هو كي يعني اختصار كيليون. كي كيلو، كي اختصار المفروض 1000، بس انا مش عارفة ايه السر ورا الكي، وهي المفروض اسمها بليون. ثاوزند، ثاوزند يعني 1000 المفروض. ايه ده؟ ايش بقى جي بقى جي بقى جي. هو ده شخص المفروض. ايه كل الحجم ده؟ جي حجم اللي ايش بقى جي بقى جي بقى جي. ايه كل ده؟ انا مش عارف ازاي، انا مش عارف ازاي برضو. بصي انا عارفه اشوف تفاصيل البنطلون انها مش متفصله قوي. كفايه ماشي. ايه ده؟ ايه الاحجام دي يا جماعه؟ جابوها من عند ربنا. لا ما جابوهاش من عند ربنا، اكلوا الاكل ده. تعال احنا هنعمل سل وي بقى معانا 8,000. ماشي ناكل شويه كمان، بعدين نعمل سل ويقرب يبقى معانا 10,000. ولما هيبقى معانا 10,000 هنقدر نشتري حاجة تانية كتير حلوة. هي بقى معانا 10,000. تعالوا دلوقتي نروح هنشتري. ورونا الفانيلا ايس كريم كام؟ ب15. طب ما احنا ننط بقى نشتري الفانيلا ايس كريم على طول. احنا هناخد شوية مام، هناكل شوية. أيوه انا بحب المام، انا بحب المام. يا شباب جبناها كمان. يا لو كان في جبنة هنا انا كان زمان اشتريت. ثانية انا بحب المام بس شباب جبناها كمان، انا بحب المام. دلوقتي انا بقيت اكبر واحدة فيهم بس شي جبناها لها. دلوقتي بقيت صغيرة اوي. ده بياكل سوشي. انا عايزة شوشي شوشي شوشي. بحب الشوشي بالجبنة دي. يعني لسه معاها بطاطس. البطاطس دي بتاخدوها في بداية اللعبة خالص، وبتبقى بداية خالص وبتكبر ببط جامد جامد، بتكبر واحدة 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 واحدة. عندنا ايه؟ اظن كده ان انا معايا. قربت قربت قربت. وحشتيني ايس كريم. هو ايه ده؟ مش كمان مش كمان بقى معاها عنب. عنب بالجبنه. ايوه مش عارف ليه بس اهو عنب بالجبنه. ايه ده؟ اقول لك على حاجه، انا كنت في الصيف اللي فات باكل سندوتش جبنه بالعنب، كان بيبقى طعمه حلو قوي. ايه صدقني سندوتش. انا ما اخترعتش حاجه دي كده. صدقني كان طعمه زي جبنه بالبطيخ كده. كان ايوه كان طعمه لذيذ قوي. انا ما اخترعتش عكه. ايه معانا 15,000. دلوقتي هنقدر نشتري الايس كريم. وش كمان وش كمان. ياس اما ناكل وش كمان بقى معانا ايس كريم. واو بقينا بنكبر بسرعه قوي. بصراحة اللعبة دي ممتعة جدا، بس هنكمل في حلقة تانية. باي يا اصحابي، يا بكل فيديوهاتكم كنت تنسوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهاتنا. باي نشوفكم في الجبنة الجاية، اقصد الحلقة الجاية.